يستمر هذا الحفل. لا ريب أن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير هو أكبر تحالف وطني ضم أطيافاً متنوعة من القوى السياسية والمدنية منذ فجر الاستقلال. هذا الكيان الجامع عبر عن أشواق وتطلعات الحراك الثوري منذ انطلاق شرارته الأولى حتى حدث التغيير، ثم قاد ممثلوه من بعض مسارات التفاوض حتى أتت ثمارها، مغلباً الإرادة الوطنية والمصالح العليا للوطن على ما دونها. الآن إلى كلمة ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير لنكمل عبر كلماته فرح السودان، الدكتور محمد ناجي الأصم. بسم الله الرحمن الرحيم. الضيوف الكرام، السيدات والسادة، أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، السيدات والسادة ممثلي القطاعات المختلفة للشعب السوداني الكريم، السادة رئيس وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي، اسمحوا لي نيابة عنكم وعن قوى إعلان الحرية والتغيير أن أرحب بضيوفنا الأكارم، فخامة رئيس الوزراء الأثيوبي الدكتور أبي أحمد، فخامة رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول في الفاكير مياردت، فخامة رئيس جمهورية تشاد سيد إدريس دبي، فخامة رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فاوستين أرشانغ توادرا، فخامة رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا، السيد رئيس وزراء جمهورية مصر مصطفى مدبولي، السيد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، السيد وزير الخارجية الفنلندي ومبعوث الاتحاد الأوروبي، أصحاب المعالي والسمو والوزراء ممثلي البعثات الدبلوماسية للسودان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فاتحة هذا الاحتفال اسمحوا لي أن أترحم على أرواح الشهيدات والشهداء من شعبنا السوداني الكريم المناضل الذين بذلوا دماءهم بسخاء طوال 30 عاماً من النضال الوطني ضد نظام الإنقاذ الدموي الفاسد. فبفضل هذه الدماء والتضحيات أصبح هذا اليوم واقعاً، وأضحى هذا الجمع ممكناً في هذه المناسبة الوطنية العظيمة بعد أن كان في عداد الأحلام العصية على التحقق. كما أرجو أن تسمحوا لي بأن أتقدم بالتحية الخاصة لضحايا حروب نظام الإنقاذ ضد شعبنا من الشهداء والجرحى والنازحين واللاجئين وضحايا الاعتقال والتعذيب الممنهج. فكل التضحيات التي قدمها هذا الشعب كانت غرساً طيباً نحصد ثماره اليوم وعداً وأمنيات وطموحات مستحقة. السيدات والسادة الضيوف، يشق علينا في يوم فرحنا هذا أن نفتقد بيننا ثواراً شاركوا في ثورة ديسمبر وفي ميدان الاعتصام المجيد أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، فهؤلاء هم من عملوا بجهد وجد وإيمان عميق من أجل استكمال مهام الثورة بعد الإطاحة برأس نظام الإنقاذ.
نفتقد في هذه اللحظة رفاقنا الثوار شهداء المجزرة، نسأل الله لهم الرحمة والقبول، كما نفتقد رفاقنا الثوار المفقودين، ونؤكد أنه سيظل العمل والأمل من أجل المفقودين التزاماً صارماً وواجباً متقدماً على رأس أولويات قوى الحرية والتغيير وعلى رأس أولويات السلطة الانتقالية. الضيوف الكرام، نشكركم على الحضور والمشاركة في هذا الاحتفال الذي نفتح عبره صفحة جديدة ونطوي أخرى كلفتنا 3 عقود من الحرب والقمع والفساد والفشل الأخلاقي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي. جاءت ثورة ديسمبر في العام 2018 تتويجاً لعمل ونضال وطني شاق ومستمر بدأ منذ انقلاب 30 من يونيو من العام 89، الانقلاب الذي تم ضد الديمقراطية، إذ ظل شعبنا يناضل ضد النظام بوسائل مختلفة في كافة أنحاء البلاد. يستحق شعبنا اليوم أن يفتخر أنه لم يستسلم ولم يرفع الراية البيضاء، وظل قابضاً على جمر القضية إلى أن شق فجر ديسمبر الدياجي وأزاح العتمة. جاء إعلان الحرية والتغيير ملبياً لتطلعات شعبنا في التواضع على خارطة طريق وطنية للانتقال بعد دراسة وافية لطبيعة مشكلات البلاد. وقد رأينا في قوى الحرية والتغيير معالجة مشكلات المقاومة الوطنية وعلى رأسها غياب القيادة الموحدة للمقاومة، فكان ميلاد قوى الحرية والتغيير التحالف الأوسع من حيث التمثيل السياسي والنقابي والمطلبي والمدني، وهو التحالف الذي عمل على تنسيق جهود شعبنا وبلورة خياراته النضالية في مشروع سياسي واضح عبر إعلان الحرية والتغيير. السيدات والسادة الحضور، ظلت قضية الحرب والسلام واحدة من أهم أولويات قوى الحرية والتغيير، وقد عملنا بصورة جادة على ربط قضايا السلام بقضية التحول الديمقراطي، إيماناً منا وتأكيداً منا على الحق في الحياة والحق في السلام والطمأنينة، وإيماناً منا وتأكيداً منا على حقوق الشهداء والنازحين واللاجئين. في ظل هذا الخصوص، نؤكد أن قوى الحرية والتغيير تؤمن أن السلام يجب أن يكون شاملاً دون استثناء في كافة مناطق الحروب، وأنها تقف من حيث الرؤى والبرامج والأهداف على مقربة من قوى الكفاح المسلح داخل وخارج قوى الحرية والتغيير، وأننا نتطلع إلى العمل معاً من أجل سلام شامل وعادل ودائم ببلادنا. السيدات والسادة الحضور، استحق نظام الإنقاذ ورئيسه أن يدون التاريخ أسماءهم في سجلات الظلام، ولتقف مذكرة الاعتقال والاتهام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس النظام المخلوع، شاهداً على أن هذا النظام لم يترك ذنباً إلا واقترفه. كل هذه الجرائم التي ارتكبت ضد شعبنا تجعل من المساءلة والمحاسبة القضائية بغرض جلب العدالة إلى الضحايا والعائلات من أهم واجبات الحكومة. ومن أهم واجبات المؤسسات القضائية والعدلية والشرطية، والتي يجب أن تبنى لتكون مستقلة، لتكلف رسمياً بإنجاز مهام الفترة الانتقالية. ونؤكد تمسك قوى الحرية والتغيير بإجراء التحقيق الوطني المستقل الشفاف والعادل والموضوعي في مجزرة القيادة العامة وفي كافة الانتهاكات التي صاحبت مسيرة الثورة. نؤكد أننا سنعمل حثيثاً حتى لا يفلت أي شخص ارتكب جريمة ضد الشعب السوداني منذ 30 من يونيو 1989 من العقاب. السيدات والسادة الحضور، تضع قوى الحرية والتغيير جل اهتمامها في مشكلة الاقتصاد في بلادنا، ورغم أن هناك أسباب موضوعية عدة تعترض هذا الطريق، حيث أن استشراء الفساد والمحسوبية والتغول على المال العام والترهل الإداري والصرف البذخي على دواوين الحكومة وتحويل غالبية المصادر المادية للدولة للقوى القمعية
كل ذلك يقف حجر عثرة في طريق الإنعاش الاقتصادي وحل المشكلات التي تعاني منها القطاعات العظمى من شعبنا. إلا أننا نعتقد ونؤمن أنه في ظل الإرادة الثورية والروح الوطنية الجديدة ستوفر المصادر الاقتصادية والخبرات البشرية اللازمة للعبور نحو التقدم والنماء. السيدات والسادة الحضور، لقد طال الخراب الذي أحدثه النظام السابق كافة مناحي الحياة، من عيش كريم وغذاء للأطفال وماء نظيف وصحة وتعليم، كما عمد النظام إلى ضرب النسيج الاجتماعي بالتفريق بين المواطنين على أساس قبلي وإقليمي وديني وعنصري، الأمر الذي لم يعهده السودانيون من قبل. كل ذلك يتطلب من الحكومة الانتقالية العمل جاهدة بكل ما تملك من أجل أن ترتقى النسيج الاجتماعي ليتمكن السودانيون من العيش في سلام ووئام. عمد النظام أيضاً لاضطهاد المرأة السودانية وقهرها من خلال القوانين القمعية وتخصيص محاكم ونيابات وشرطة مهمتها الأساسية إذلال النساء. نحن نتطلع إلى وضع كافة أشكال التمييز ضد المرأة خلف ظهورنا. وإلى كفالة حقوقها قانوناً وممارسة. ونأمل أن نبدأ كل ذلك عن طريق الالتزام بنسبة 40% للمرأة كحد أدنى من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي. السيدات والسادة الحضور، قام نظام الإنقاذ بتدمير علاقات السودان الخارجية وأضاع مصالحه الاستراتيجية برهن الدور الدولي والإقليمي لصالح النظام، نظام الجبهة الإسلامية، ولصالح الحركة الإسلامية وليس لصالح الشعب السوداني. وأصبحت العلاقات الخارجية للبلاد هي في خدمة أيديولوجيا النظام وقبضة مصالح الطبقة الانتهازية الحاكمة. إن الدمار الشامل الذي أطاح بعلاقات البلاد الخارجية جلب ضدنا جميعاً العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، وأصبحنا أسرى الوصاية الدولية حيث مست هذه العقوبات السيادة الوطنية وعرض مسيرتنا التنموية للخطر، مما يجعل من مهمة إعادة البلاد للمجتمع الدولي وإزالة أثار الدمار الشامل مهمة عاجلة وأولوية. السادة والسيدات الحضور، في هذه السانحة اسمحوا لي بهذه الرسائل من بريد ثورتنا والتي يتوجب إيصالها بدون كثير تذويق أو تلميع. الرسالة الأولى إلى أسر الشهداء والمفقودين والمصابين. طوبى للغرباء. لقد بدأت هذه الثورة منذ انقلاب الإنقاذ، وكان الشعب دائماً غريباً منبوذاً، ومن يتقدمونه هم صغاره أخلاقاً، عواره وسقط متاعه. جاءت ثورة ديسمبر ولا يزال شعبنا يعاني هذه الغربة، ولكن المارد انتفض وثارت براكين الغضب. كان الشهداء هم الحمم، وصمدت أسرهم كالجبال الراسيات. شهيد تلا شهيد، ومع كل قطرة دم سالت كانت والدة الشهيد أو والده أول من ينادي بضرورة الاستمرار. لم يستكينوا للحزن ولم يستسلموا للكآبة. هذا مشهد مبهر، مشهد والدي الشهيد والجريح والمفقود وهم يتقدمون الصفوف في المواكب. حق شهداء الثورة السودانية وجرحاها ومفقوديها عبر كافة مراحلها ومواقيتها نزولاً وصعوداً كراً وفراً دين علينا، وواجبنا رد هذا الدين والوفاء بهذا الحق عبر كافة السبل، بالقانون وعبر التحقيقات الشفافة النزيهة، بحملات البحث والتقصي، فهذا حقهم، وحقهم هذا هو أحد أعمدة هذه الثورة. الرسالة الثانية للنازحين واللاجئين. أنتم أصحاب الحق وصانعي هذا اليوم، وما تضحياتكم إلا طوب بناء الثورة ومونتها بل مؤونتها. هذه الثورة لا نهديها لكم، فالهدية تعطى للغير. أنتم الهدية نفسها والهداية، منحتمون أعماركم وأنتم تسكنون في المعسكرات الباردة شتاءً والملهب حرها صيفاً،
منحتمونا أحلامكم خيوطاً رتق بها حلم الوطن الجميل الكبير، فما الذي يمكن أن نمنحه إياكم بالمقابل؟ دار فسيحة ذلك حق لا منحة، مدرسة ومستشفى هذا حق لا منحة، عمل شريف ذلك حق لا منحة. ليس أمامنا سوى أن نعمل من أجل السلام العادل الشامل، وأن نحاسب كل من اقترف جرما بحقكم، من نزع عنا وعنكم حق أن يجمعنا الوطن متساويين متحابين تجمعنا الحياة. ليس أمامنا سوى أن نعمل من أجل السلام العادل الشامل ومحاسبة كل من اقترف جرما، من نزع عنا وعنكم حق أن يجمعنا الوطن متساوين متحابين تجمعنا الحياة، وتجمعنا أيضا نفس القبور بعد عيش آمن وحر وبعدالة. ليس لدينا الكثير لنمنحه لكم، لذلك نقولها ونحن متعطئي الرؤوس شكرا جزيلا. الرسالة الثالثة لنساء بلادنا، للشباب، لبناتي وأبنائي هذا الجيل، جيلي، لجان الأحياء وللأطفال. كنتم خير أمة أخرجت في هذا الزمان لهذا السودان، البلد الثري المخطوفة ثروته والمبعثرة موارده في جيوب الطغاة المستبدين. نعلم جميعنا أن مهمة اقتلاع بلادنا من براثن هؤلاء ستكون شاقة، ولكنها ليست أشق علينا من أشهر بل وسنوات فقدنا خلالها الصحاب من اللحم والدم. ستظلون حداة هذه الثورة، فأنتم نارها، وإما كانت تستوي خلال المواكب وأنتم أيضاً نورها عند عتمة أو كتمة رصاص وعند السياط والاعتقال والملاحقات. ثورة بلا حراسة مثل كنز ثمين ملقى على قارعة الطريق، سيعجب السابلة وقطاع الطريق. نحن وأنتم حراس هذه الثورة، مثل ثعبان الراصود حارس الكنوز والآثار، سنموت دون خطفها أو المتاجر بها أو سرقتها. هذا عهد قطعناه معاً، هذا عهد قطعناه معا وأوفيتم بما قلتم، وعلينا أن نقسم ألا غفلة نتوها معها في الظلمات وألا عودة من منتصف الطريق. الرسالة الرابعة للإدارات الأهلية وللجماعات الدينية كافة، أبائي، خيلاني، أعمامي، إخوتي وأهلي، هذا السودان المترامي الأطراف الذي يعيش أهله بالكفاف جمعنا واحتملنا جميعاً، وسيظل يسعنا ويحتملنا جميعاً، بشرط أن نضع فيما بيننا مساحات للعذر والتآخي والاحتمال، فإن لم نفعل فلا كنا ولا بقينا. حملتنا أرضه ورعتنا خيراته حتى اشتد عودنا، فإما نرعاه كما رعانا أو نهمله ونحن الخاسرون. كلنا لنا أفكار ومواقف، يمكن أن نختلف في الرؤى، لكن علينا أن نتفق على العيش في سلام. نزاعنا يعني ضياع الوطن، ووفاقنا وتآلفنا رغم الاختلاف هو أصل التراحم والتوادد المطلوب كواجب مقدس قبل أن يكون واجب المواطنة، فقد خلقنا من نفس واحدة، فكيف لا نحافظ عليها كي نحافظ على أنفسنا ومشاريعنا في الحياة. واجبنا أن نعمل معا من أجل أن ننبذ العنصرية البغيضة، ومن أجل أن ننبذ القبلية المتعصبة، لنشيع فيما بيننا التسامح والإخاء والتعايش السلمي، لنحترم ونوقر بعضنا، ثقافاتنا، لغاتنا وسحناتنا، ولنرفع قيمة الوطن فوق كل شيء.
الرسالة الخامسة إلى غرب السودان دارفور، إلى شرقه، إلى جنوب كردفان، النيل الأزرق، إلى شماله ووسطه، إلى الريف السوداني، إلى كل مواطنة ومواطن سوداني فقير، مريض، غير آمن، مهمش. هذه الثورة ثورتكم، وأنتم يجب أن تكونوا أول من يقطف ثمارها. المواطنة المتساوية، الخدمات الحكومية المتساوية، التمثيل المتساوي مع التمييز الإيجابي المستحق هو ما يجب أن نعمل جميعاً من أجل تحقيقه وبنائه. الرسالة السادسة للموظفين، للمهنيين، للعمال ولرجال الأعمال. كنتم وما زلتم سند الثورة وشعبتها ودخريها. اختبرتم المواكب والتظاهرات والإضرابات، فمن كسرتم ولا تراجعتم، حوربتم في معاشكم وحريتكم فصبرتم. عندما نادى المنادي كنتم في قلب الإضرابات والعصيان، ولما ضاق الحال ربطتم الإزارة وقدمتم ما في الجيوب سداداً ورضا. لا مجال الانتصار إن تأخرتم، ولا مناص من الانتياش والتربص إن لم تكونوا في مقدمة ركب التغيير منافحين ومدافعين. الرسالة السابعة إلى السودانيين في المهجر. وقفتم كالجبال في كل ربوع العالم ورفعتم اسمه عالياً، ورفعتم اسمه عالياً بأخلاقكم، بمهنيتكم، وبعزة أنفسكم. هذا الوطن يحتاجكم اليوم وغداً كما احتاجكم بالأمس. دوركم في مستقبل أيامه عظيم وضخم، ولا تحتاجون وصية أو تذكير، فلتواصلوا في تقديم كل ما تملكون وأكثر من عرق وخبرة ونصح في سبيل وطن أفضل نسعى معاً من أجل بنائه. الرسالة الثامنة للقوات المسلحة السودانية وللقوات النظامية الأخرى. استكملتم معنا النشيد وسرتم معنا في طريق الثورة والتغيير بصدور مفتوحة وتضحية كان لزاماً أن تكون، فهذا واجب لا مستحيل معه. واجهت مسيرتنا معنا العقبات التي فتحت أبواباً للريبة، لكن أملنا في باكر الضواء كان هو مفتاح الصبر. سالت الدماء بالأمس أنهاراً، وانهمر الدمع مدراراً، وحدثت أخطاء دفع معها الثمن فادحاً، لكننا رغم كل ذلك نؤمن وسنظل بأن البذرة الوطنية عامرة ندية في هذه المؤسسة التي نعتز أنها حمايتنا ودرع وقايتنا. ومهما شقت بنا الدروب، وكثرت الحفر والمطبات، فإنه بيدنا اليوم أن نصنع معاً طريقاً معبداً يبني الثقة ويعززها، يتم فيه تداول السلطة بصورة سلمية، يطوي صفحات مظلمة من الدكتاتورية البغيضة، ونؤسس عبره معاً ديمقراطية مستدامة في السودان. الرسالة التاسعة للمؤتمر الوطني وشركائه في النظام السابق. قولوها الآن، حصحص الحق وزهق الباطل. اقتصبتم السلطة وقتلتم واعتقلتم وعذبتم وشردتم الشعب. أكثركم صمت على الجرائم وأشاح عن الظلم. عانت بلادنا خلال حكمكم الجائر من الويلات والحروب الداخلية والنزاعات. جاع الناس وتشردوا بين البلدان. امتهنت كرامتنا وضاقت الدنيا بنا. في سنوات حكمكم انتشر الفساد بصورة غير مسبوقة. في زمانكم ضاعت ثروات البلاد وتناثرت في جيوب قلة منكم. في عهدكم أصبح كل حلم الشباب هو الهجرة وترك الديار، وأصبح تمني الموت عادة للكثيرين. فارقت بلادنا تمنيات التطور والنماء وعفانا الاستقرار والأمن. لن نفعل كما فعلتم، ولن يكون الانتقام
لن نفعل كما فعلتم، ولن يكون الانتقام هو منهجنا، بل المحاسبة والعقاب العادل. ومن لم يرتكب جرماً مشهوداً أو لم يقم بعمل منظور ضرره، فندعوه معنا لحملة بناء الوطن من جديد. فربما غفر الشعب الجبار، وربما تناست جماهير الشعب السوداني الكريم آثار الأذى، وهي المعروفة بالغفران والعفو، فأنتم في النهاية من هذه البلاد، وحقكم في المواطنة غير مسلوب، ولكم أن تختاروا كيف تكفرون عن ما أسرفتم فيه. فحتى الصمت حين الظلم اشتراك وإسراف. الرسالة العاشرة لشعب جنوب السودان: نحييكم تحية الشوق والمحبة، نحييكم تحية الشوق والمحبة، وما مسرتنا إلا بكم، فأنتم بعضنا ونحن بعضكم. لا نكتمل إلا بكم، ولا يسوءنا إلا ما ساءكم. سنعمل على أن نعود كما نود. فراقنا كان قاسٍ، ولكن التئام شملنا ممكن، فأنتم نصفنا الحلو. وعندما نقول السودان، وعندما نقول السودان، نتخيل هذه الخريطة الأليفة الكثيفة بالتنوع والتعدد، أحلى شكل مانجا. فلنقترب ونتعاضد، ولنعمل سوياً من أجل تقدمنا وتطورنا ونمائنا المشترك. الرسالة 11 للشعوب الإفريقية كافة: هذه الأرض لنا، وهي أرض نتشارك فيها معكم، ليس جغرافيتها فحسب، ولكن تاريخها وثقافاتها وقبائلها ومجموعاتها السكانية. إنما يميز بلادنا التي تقع في موضع القلب من هذه القارة العريقة أن حدودها جميعها مفتوحة، ليست حدوداً طبيعية، بل ساحة من الود والمحبة والتصاهر والعيش المشترك. إن من نزحوا أو لجأوا من بلادنا وساحوا في عموم القارة بسبب اشتداد الحرب ونيران النزاع، لم نشعر يوماً أنهم ضيوفاً لديكم، بل هم زوار لبعض غرف الدار الموحدة. أملنا في أن تكون وحدة القارة اقتصادياً واجتماعياً هي هم للمسؤولين في الاتحاد الإفريقي، ومشروع كبير نبذل الجهد لإنجازه كلنا معاً وإلى الأبد. الرسالة 12 إلى جميع شعوب العالم: نعتذر عن 30 سنة من الغياب القسري عن مساهمة الدولة السودانية بصورة حقيقية ومباشرة في تطور العالم، وفي تنمية الشعوب، وفي الدفع بها نحو الرفاه وتمام الحقوق وسعادة الإنسانية. لا نطلب منكم سوى التعامل باحترام مع الشعب السوداني، فهو شعب قدم تضحيات كبيرة ليلحق بركب المدنية والحضارة والتطور، وله أن يجد تقديراً استحقه. فهو الذي قدم الدرس تلو الدرس في السلمية واللاعنف وفي النضال المشترك من أجل الحقوق. ونستحق ونأمل أن تتعرفوا علينا من جديد، فنحن أهل لذلك. الرسالة 13 لمحيطنا العربي والإقليمي: حققنا ثورة ناصعة بهية، ولنا إرث نعتز به في هذا المضمار
فثوراتنا منذ الستينيات معلم بين الشعوب، استفادت من حولنا دول مما صنعناه من ثورات قبل عقود، وها نحن اليوم لا نستنكف أن نقول أننا وجدنا كثير مما انتفعنا به من ثورات الشعوب الشقيقة وتضحياتها من أجل التغيير. لقد وجدنا الدعم من شعوب شقيقة ونشكرها على ذلك، ووصلتنا خطابات المساندة التي تنزلت علينا كبركات وفأل حسن. ورغم محاورات السياسة هنا وهناك، ها نحن نجتاز كل ذلك. إن شعبنا لا ينسى من وقف معه وسانده، ولكنه كذلك سيذكر كل من وضع له العراقيل ومن عفا وأصلح فأجره على الله. أشقاءنا نريد لعلاقاتنا الأزلية أن تستمر، ولمصالحنا المشتركة أن تكون مرتكزاً لتلك العلاقات. فنحن أهل السودان ما زارتنا الذل والمهانة إلا لأن النظام البائد، نظام البشير، كان يقدم كرامتنا قرباناً مقابل سلامته ومن أجل استمرار حكمه. اليوم نحن لم نعد في حاجة لتقديم القرابين، بل نحن في حاجة للدعم الخالص الخالي من كل غرض من كل من يهمه أمرنا. فنحن في مرحلة نقاهة بعد مرض عضال استطال أمده، وشفاؤنا يكون في استعادة موقعنا الطبيعي كدولة مستقلة وشعب حكيم، وتحسين مزاجنا الوطني يكون في استعادة منزلتنا بين الأمم، وفي الاعتراف لنا بأننا نستحق أن نسترد كرامتنا كاملة واستقلاليتنا دون نقصان. الرسالة 14 إلى حركات الكفاح المسلح. رفاقنا في الحركات المسلحة، إن دعوتنا من هنا هي أرضاً سلاح. أرضاً سلاح وحي على الكفاح، ولنصنع معاً أسباب النجاح. فثورتنا كانت سلمية، ولكن نعلم جيداً أن ثورة الشعب السوداني لم تبدأ اليوم، ولقد ساهمتم أنتم فيها بالدماء والدموع والاضطرار لحمل السلاح دفاعاً في كثيراً من الأحيان عن الحق في الحياة وفي المواطنة المتساوية والتنمية المتوازنة، كما كنتم أيضاً وكفصيل أصيل من فصائل الثورة العالية بالكتوف العالية في المواكب، وقد اختبرتم معنا النجاحات التي وصلنا إليها عبر سلمية العمل الجماهيري. وعلينا اليوم أن نمتشق معاً الحوار الجاد المنتج من أجل حل قضايانا وبصورة جذرية ونهائية. إن السلام أولوية كل عاقل، والحرب خيار اضطراري، وقد كان مشهد الثورة العظيم مدعاة للجنوح لخيارات أكثر أمناً وأعمق أثراً من أجل الوطن، ومن أجل من عانوا من ويلات الحروب، من أجل أهلنا في جبال النوبة وفي دارفور وفي النيل الأزرق، من أجل تحقيق العدالة والمساواة نحن معاً لنعمل من أجل السلام الشامل المرضي، سلام بعقل مفتوح وقلب سليم، لا سلام العقول المتسخة والقلوب الواجفة. الرسالة 15 والأخيرة هي لنا في قوى الحرية والتغيير كتذكار. عهدنا الذي قطعناه نهايات العام الماضي لا يزال كثيره مؤجل، فما بدأنا السير في هذا الدرب إلا لنكمله معاً. طريقنا يجب دائماً وأبداً أن يكون واحد، وإن واجهتنا المصاعب فذلك قدرنا الذي كنا نتحسب له، وإن أصبنا النجاحات فذلك خير يعم بلادنا كلها. أما إن استسلمنا وتفرقنا ولم نواجه التحديات ونقوم الأخطاء فذلك هو الفشل بعينه. لنزيد من التكاتف، ولنسد الفراغات، ولنصطف جماعة في محراب الوطن الذي عانى وآن له أن يستجم.
في الختام اسمحوا لي أن أشيد بالدور الكبير الذي لعبه الوسطاء في تقريب وجهات النظر بيننا والمجلس العسكري الانتقالي، وعلى رأسهم فخامة السيد أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا الشقيقة، فخامة السيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيد السفير محمود درير مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي، السيد محمد الحسن نود لباد مبعوث الاتحاد الأفريقي. اسمحوا لنا أيضاً أن نثمن الدور الكبير الذي لعبه فخامة الرئيس الفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومعالي سفيري دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية. كما نحيي الدور الإيجابي لمبعوث الإدارة الأمريكية السفير دونالد بوث، وفخامة القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة في الخرطوم السيد سفير المملكة المتحدة. وكما اسمحوا لنا أن نحيي الدور الإيجابي للاتحاد الأوروبي ولدول الترويكا، ونشكرهم جميعاً على مساهمتهم في الوصول إلى هذا الاتفاق، وعلى تقديرهم لخيارات الشعب السوداني وطموحاته، إلى جانب الدور الإيجابي الذي لعبته المبادرات الوطنية. أيضاً نشكرهم شكراً جزيلاً. نؤكد أن هذا الاتفاق جاء تعبيراً عن إرادة وطنية صميمة، مستنداً إلى إرادة جماهيرية واسعة. تمثل هذه الإرادة الجماهيرية الضمانة الحقيقية لتنفيذ هذا الاتفاق. نتطلع إلى أن يكون هذا الاحتفال اليوم تدشيناً لعهد جديد وأهداف جديدة نحن واثقون من تحقيقها. شكراً الحضور الكريم على صبركم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.